يقول هذا السائل: من عادتي أن أكون بعد العصر في المقبرة لمساعدة الذين يقومون بلحد المتوفين. يقول: بعض المرات فضيلة الشيخ ألحد متوفية من غير إحرامي، من غير محارمي، هل يجوز لذلك؟ لا بس لا يجوز أن ينزل الميتة المرأة رجل من غير محارمها، من غير محارمها. وقد أنزل أحد الصحابة زينب ابنة الرسول صلى الله عليه وسلم في لحدها، أنزلها وهو من غير محارمها، أظنه أبو سلمة رضي الله عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم أمره بذلك وأقره على ذلك. نعم.